سيادنا السلام عليكم، مرحبا بكم جديد على قناة ام اسبورت. شكرا على التفاعل ديالكم وعلى دعمكم وعلى البارتاج والاشتراك في القناة. اليوم غادي نستضفوا اطار وطني شاب سفيان زياد اغريغيران، وهو المدير الرياضي لأكاديمية مراكش لكرة القدم. غادي نستضفوا في برنامج حواري، غادي يدوينا على المنتخب الوطني المغربي، امال ديالو والحظوظ للتأهل للدور الثاني والاستعدادات كذلك، والتوقعات للمباراة القوية ما بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الايراني اللي غادي تحسم بنسبة مهمة التأهل ديال المنتخب الوطني المغربي للدور الثاني. نتابعوا جميع هذا الحوار. سفيان مرحبا بك على قناة ام اسبورت، قناة اللي بدات اليوتيوب. المنتخب الوطني المغربي عنده مباراة اولى يعني مهمة جدا، في نظرك كي غيدخل المنتخب الوطني في هذه المباراة؟ واه، بالنسبة للمقابلة الافتتاحية الكل كيعرف على انه المقابلة الافتتاحية كتكون مهمة، خصوصا في تظاهرة عالمية بحال الشكل ديال كوب دي موند لجميع الفرق ولا لجميع المنتخبات. كتمني النفس على انها تاخذ 3 بوان. تنعرفوا ليكيب ناسيونال يعني من بعد الغياب ديال 20 سنة، اكيد على انه في المقابلة الأولى الجميع تيعلم على انه طحنا في مجموعة اللي صعيبة، مجموعة اللي جمعات حامل اللقب ديال كوب دي موند اللي هو المنتخب الإسباني في أحد الدورات، وبطل ديال أوروبا كذلك المنتخب البرتغالي، وكذلك المنتخب الايراني اللي ممكن لجميع النقاد ولجميع المتتبعين كيرشحوه على انه الفريق المتاهل عن جداره واستحقاق، سورتو في الجروب ديال اسيا تاهل بفارق 7 ديال النقاط، ما خسر حتى شي مقابله بدوره، حتى هو كيتمنى على انه يبصم على كاس عالم من المستوى العالي. تنظن على انه هيرفيرونار بالتجربه ديالو بالعناصر اللي عنده، العناصر المتمرسه، تنظن لانه التشكيله واضحه، جميع التوابيت عنده في اللائحه ديال 23 لاعب باش المنتخب يحسم هذه المقابله لصالحه. تنعرفوا على انه التدبير ديال المقابله جا في صالحنا، خصوصا المقابله الاولى مع المنتخب الايراني، يعني المقابله الثانيه خصنا ضروري لابد نحصلوا 3 ديال النقاط باش نناقشوا المقابله الثانيه كونتر المنتخب البرتغالي اللي غادي يجي حتى هو بدوره، ما غنعرفوش النتيجه اللي غادي يلعب حتى هو، اكيد غيلعب مقابله صعيبه معنا في المقابله الثانيه، ما عرفناش الريزلت اللي غادي تكون بالنسبه ليه مع المنتخب الاسباني. اكيد 3 نقاط في المقابله الاولى غترفع المعنويات وغتخلينا نناقشوا باقي المقابلات باريحيه اكثر. بالنسبه لك سي سفيان، المباريات الاعداديه اللي خاضها المنتخب الوطني المغربي مع الخصوم اوكرانيا واستونيا وكذلك المنتخب السلوفاكي، واش كانت كافيه باش تشوفوا المعالم القوه ديال المنتخب الوطني المغربي، باش نشوفوا الاستعدادات ديالو واش كافيه امام القوه ديال المنتخب البرتغالي والاسباني؟ هو المقابله الاعداديه اكيد كنقولوا لانه هي مقابله ديال التجانس، هو مقابله ديال لا كونفيرماسيون، ما يمكنش كتعطيك الوجه الحقيقي ولكن كتعطيك كيفاش تجرب لي سيستيم ديالك ولا الشكيله باش بغيتي تلعب. شفنا على انه في المقابله الاولى في غياب ضرار ممكن لعب 3-5-2، شفنا لاعبين اللي ممكن بغياب ديال ضرار، لاعب اللي دخل اللي هو داكوستا وكان في محور الدفاع، 3 ديال اللاعبين اللي هما بن عطيه داكوستا وسايس، ولعب في لوكولواغ لكل من منديلو ومرابط. تنظن لانه ممكن شاكله اللي ممكن يقدر يلعب بها خصوصا في غياب ضرار في المقابله الاولى، شرب في المقابله الاولى ولا في الجوله الاولى 3-5-2 يا بخي قلب الكاتر 3-3. تنظن لانه هيرفيرونار عارف وتايق في التوابيت اللي عنده تقريبا الى خفنا الى خديتي جميع المتتبعين ديال المنتخب الوطني المغربي منذ تاهل كوب دي موند، غادي نختلف انا وياك في مركز ولا جوج ديال المراكز، يعني التوابيت ديال المنتخب ولا واضحين من الحراسه ديال المرمى حتى الهجوم. سفيان، على ذكر الهجوم، ما تشوفش ان المنتخب الوطني المغربي تعاني من راس الحربه؟ كل مره تنشوفوا بوطيب المستويات ديالو مرات يكون مزيان مرات يكون منخفض، علاش ما نعتمدوش على الكعبي مثلا تبين انه ممتاز في قلب الهجوم، واش ما يمكنش نعتمدوا عليه في المباريات الرسميه ديال الاسود في المونديال؟ هو الـ هو الـ هو اللي غيجاوبك على السؤال هو هيرفيرونار، تنظن لانه هو اللي قريب للمجموعه، هو اللي عارف لي كاليتي تكنيك ولا لي كاليتي حتى تاكتيك ديال اللعابه اللي عنده، المدرب فاش كيبغي يحط شكيله ولا فاش كيبغي يحط الشكيله الاساسيه اكيد عنده في المخيله ديالو دوك لي كارت اللي غادي يبغي يلعب بهم. يقدر يلعب مثلا بوطيب باش ينهك ويدير لا بريسيون، الاغلبيه اللي كيشوف بوطيب لانه ممكن جور اللي عادي ولكن ما كيبانش لو جو ديالو سون بالون، يعني سون بالون تيفتح لي كولواغ تيخلي لي زيسباس، اكيد لانه حتى هو النقطه ولا كارت ممكن يلعبها هيرفيرونار، واكيد الا كان في الجوله الثانيه ممكن يدخل الكعبي اللي ماله. تنظن لانه ما كاينش شي مدرب في العالم اللي عنده لاعب اللي غادي يعطيه الاضافه وغادي يخليه، واكيد يقدر يكون مثلا بوطيب في المقابله الاولى تمشي الكره معاه الدور معاه وممكن يعطينا هدف ولا جوج ويكذب تكهنات ديال كل شيء. دونك الجور سورتو بالنسبه للاتاك ولا المهاجم ما تعرفوش امتى يماركي لك، ماشي بحال الديفونسور الا دار خطا ممكن كنخلصو كاش، المهاجم كيقدر مثلا يضيع فرصه ولا جوج وتجي فرصه ويعاود يسجلها وكيمحي جميع الانتقادات اللي كانت عليه. دونك ما يمكنش نقولوا على انه هذا اللعاب فالابل وهذا ما
ماشي فالابل. اللي عنده الصلاحيه واللي عنده ممكن يجزم هو هيرفي رونالدو. اخيرا سي سفيان، توقعاتك للمباراه الاولى ما بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الايران؟ هو كمغربي غنبغي نربح، غنبغي الانتصار، غنبغي العناصر الوطنيه تربح. واكيد اخر مقابله ربحنا فيها هي سكوتلاندا في 98 3-0، كانت خيبه الامل، ما تاهلناش، عرفنا كل اشنو وقع في الماتش ديال البرازيل والنرويج. تنتمنى العناصر الوطنيه يحققوا الفوز في هذه المقابلات. شكرا. مرحبا.